السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل، مساء الجمال، مساء كل حاجة حلوة على مشتركين قناة كتر هذا، مش مشتركين قناة كتر هذا. يوم جديد وحلقة جديدة من العيار التقيل، بناء على طلباتكم بناء على رغباتكم، فاحنا بنقدر نبسطكم معانا عشان كلامكم الجميل، عشان الدعم اللي انتم بتقدموه للواحد، فالواحد بيحاول ان هو يعيشكم معايا لحظة بلحظة. ناس كتير تسأل على الحاج احمد، فين الحاج احمد؟ مش باين معاك ليه؟ هي مسألة ضغوطات ومسألة وقت، ويعني مش محتاج ان انا اقول اي حاجة. انت ادرك لنا على المزرعة بقى وخلاص حبيبي. فعلا نبارك له على المشروع الجديد ان شاء الله يا جدعان، واجعله فتحة خير على الجميع يا رب، على الجميع، مش عليه هو لوحده، على مصر كلها، لان دي حاجة برضو يعني ده وجه، يعني ده وجه مشرفة لمصر وبره مصر. فطبعا اللي بيعمله ده برضو حاجة بتتنسب لنا، سيبك بقى من اسم العيلة، لا بتتنسب لنا كلنا كمشاهد، كدولة، كأي حاجة. يجعلها فتحة خير. الله يبارك لك حبيبي يا حبيبي، تطور الدنيا كده من نجاح لنجاح ان شاء الله، ودايما كده متفوق على نفسك ان شاء الله. معلش يعني احنا وقتنا بس متاخد منك يا عم، مفيش حاجة، هضمها في الخير. الشاي والنش وبتاع وحشني. لا هو مفيش، خلاص حاجة، انا خليني هنا احسن يعني دلوقتي. ايه الحمد لله، فاللي ماشي يعني زي بس. اقول لك حاجة، كنت في سنك كام سنة؟ يعني انا داخل في ال 32 سنه. لحقتنا كنت لحقتنا، خدت شويه. اقول لك على حاجه، الناس صح كيفه مني، بتقول لك ايه انت سنك صغير، بس لحقتنا لحقت شويه، عشان كده الواحد بيتكلم بصوت حماس. بس دي كانت اخر ايام النش، هي بص كان اخر على الزمن الجميل، بس احنا بنناشد ان هو يرجع تاني. اخر النش اللي انا اقول يا نش شفته بعيني 2011، صح 2011 2013 كان. اما الحمامتين كنا بنردهم وبيمشوا على وش البيوت، بيمشوا على وش البيوت ده الحمام في الكحل، ما تشوفش كف ايدك. انا قسما بالله على ما اوعى انا ماسك كركندي، كنت انا وعايد صاحبي كاتب ليا سيف، سيف 4 متر، ايوه سيف، والاربع تجنب 4 في 3 كركندي، عامل رقبته كده اهو. كركندي ده موتنا، كان في كحل زي كده كركندي ده، عشان نمسكه وقع على بيت جنبنا، كان عنده بودي غساله كان محطوط على البيت ده، عمل سوسته والله العظيم عمل كده، عمل كده في قلب الغيه من جوه، دخل رحنا شادين الشبكه. انت لما جيت تمسك لي الكركندي في البيت بتاعنا، قلت لك ده، قال لي لا الثاني كان معقول، ده كان لا لا الكركندي ده بتاعنا، الثاني تحت المكتب. كانت الايام دلوقتي والله العظيم، برده الله يكون في عون الناس، برده الايام اللي احنا فيها دي برده قصة المصاريف، قصة غلا البيوت برضه محتاجة، فاللي أنا اللي بيحتاجه البيت بيحرم على الجامع. فأنا جه الوقت برضه الحمام ده قصته يا جدعان والله، الواحد برضه بيبقى عامل حمامتين، يعني الواحد ما يكلفش ويبقى عامل غية وكده أهو، يبقى سايب مثلا حمامتين بلاوي، أنت على قد ما بتقدر برضه حمامتين شكلهم تزوق. وفي حمامتين اللي أنت بتعمل فيهم مصلحة، ما أنا مش هحط إيدي في جيبي وأصرف، لازم إن أنت بتسند بإيه؟ إن شاء الله الحمامتين اللي أنت تصرف عليهم وكده. وإحنا برضو إن شاء الله بمشيئة الله المزرعة دي هنزق معاهم زقة إن شاء الله بمشيئة الله. واحدة واحدة كده والله، الواحد على قد ما بيقدر والله يا حاج، أنت فاهم يعني. إن شاء الله هنزق معاكم زقة إن شاء الله بمشيئة الله تعالى، لو في فين؟ لو في أسوان. لا إن شاء الله. إن شاء الله هنزق معاكم زقة واللي يرحمنا يوصل لنا. ندعي لك بالخير والبركة. الله يبارك لك. إن شاء الله. والدعم هيبقى شغال ان شاء الله، والتجربه في المليان ان شاء الله. واحده واحده كده يا جدعان والله العظيم. الناس فاكره حاج اللي هو برده اللي ايه غلا والقصه دي بايدينا يعني، احنا اللي الحمامه يا جدعان مش بتسعيرها والله، الحمامه مش مستعره، بس هي كل حاجه حسب تقليبها. والحماميه ليها سعرها، الحماميه اللي بتتكلم عن نفسها يا عم، والناس برده مع يعني الناس نازله السوق يا عم والله العظيم. انا نزلت السوق قسما مسميات، مسميات وفلوس بارقام، بقول لهم يا جدعان مش كل الحمام اللي من لبس اسم من لبس جدا، وبالذات اللي يشربوا بندق مثلا، اشرب بندق والفحم بقى دلوقتي، بقول لك ايه، يقول لك اشرب بندق وفحم اقل من 500 جنيه يا عم، ده مش هبقى 500 والله. ما ده حماميه نش والله، انت منزل ام الحمام الفحميات ديت، انت منزلها في يوم كنت طلعت حماميه زيها اختها بيقول لي ب 700 جنيه والله. يا ابني ده احنا كنا بنشتريها فوق، بتطلع النت بننزلها تحت والله ب 800 جنيه شفتها في قلب السوق اختي والله العظيم، اختي الحمامه ممكن بتاعتي فيها سوق على النحت بتلات ريشات سوق كده. فاكرها الحماميه دي ام الحمام ده، شفتها الحمامه دي، ربنا ايه ربنا ايه، كنت شايف ايه الدنيا يا جماعه يا معلم والله زي الفل، الحمام كده زي الفل، وانت ماشي على خطوات ثابته، وشويه الشبابات اللي انت جايبهم دولت كده بوظتهم كده شكلهم ظريف، مش عارف 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 مش عار
عشان خاطر برضه الناس. انا كده كده همشي مع الناس 13 فيلم ان شاء الله مع الحركه. ايوه يعني ان شاء الله كل فرده هعمل فيلم. ايوه كل فرده هعمل يا جدعان بقصه بقصه. هنتكلم مع العام ده وكل شيخ له طريقه وكل شيخ له طريقه. فانا هي الطريقه اللي بتاعتك دي تبقى الانسب للناس والطريقه بتاعت احمد انا الانسب للناس. انا بلاش انا برضه انت دلوقتي احنا داخلين في فتره صعبه. وقت الحمام خلاص اتفقنا احنا ايه خلاص ولا فرد حمام على الارضيه ما بيتصفش على فرد حمام ولا فرد حمام ولا عصفوره بتحط ولا يمامه بتحط في الارضيه ما ينفعش دكر وانت نازلين على لا 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 ما فيش الكلام ده صح كده. لا لا فرد حمام فرد حمام يتبارك. طيب فرد حمام بيقعد جوه الباب. احنا دلوقتي في موضوع برضو كده بس العام ده احنا مش هنحرقه هنعيش في لحظه بقى. لحظه انا دلوقتي الراجل ما عنديش فرد حمام دلوقتي ما عنديش فرد حمام. ايوه واتجهت للحمام ده جبت شويه من بره ملعبك جبت شويه من بره سلم سايبين تعامل معاهم ازاي؟ يعني انا دلوقتي على اساس الارضيه بتاعتي فتره ده على سبيل اي حد انا بقى هو برضه إيه؟ ادم لا 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 سيبك مننا احنا هنعيش مع بعض. احنا دلوقتي هنبرد لا التعامل كالتالي مع الناس التعامل كالتالي الحمامية فاضية ما فيهاش أي حاجة وجايب أنا حبة من بره وما عنديش نفاية سايبة. فرد الحمام ده يتبوظ يبوظ على بعضه على الدكور يتقفل يطرف أنت عامل بيبان صح؟ عامل بيبان يطرف وشهم البيبان ويتسفل الأرضية البيبان بتتقفل يا جدعان ما فيش فرد حمام يبوظوا يشفروا على بعضهم ويعيطوا على بعضهم زي الحمام كده اللي بيعيط على بعضه تمام. لكن ده بالليل أصلا ما يعني بالليل عادي لا هم كمان عشان عايزين يحبسوا بس عشان عايزين يحبسوا لكن انا بسيبهم طول النهار كده كل الصبح وبالليل يبوسوا في قلب بعض بايظين في قلب بعض بايظين في قلب بعض وكل فتره قاعد على على الصال على الارض يعني كده انت بتحفظ كده بيقعدوا بحفظ الارض وبايظين على بعضهم بالظبط. طيب انا دلوقتي عايز اللي انا عايز افتح للحمام ده يا عم افرادنا جايب 20 واحد ايوه هبدا اللي انا اسكن البيبان امتى ولا هفتح لهم على ارضيه ولا ايه القصه برضه؟ لا ما هو اصل الحمام ده يبوس على بعضه وبعد كده بقى بعد ما يتلف في الارضيه ابتدي احفظ فيهم كل فرد حمام جابه ويبتدوا حاجه خدوا كل فرد حمام بايديا ولا ممكن افتح لهم وش البيبان؟ ممكن تفتح لهم وش البيبان يطرقوا كل لما فرد حمام يطرق بابه تقفل ده بعيد تمام وممكن بيسهل عليا بيسهل عليا الماموريه ممكن انت بقى على حسب هواك وحال حسب دماغك عايز ابو رقبه خضراء ده فوق وبتاع انت الرصه دي بتاعتك الرصه دي بتاعتك لو انت عايز ترصهم دي بتاعتك انت. طيب نبدا اللي انت تفتح لهم على الحمام دوت على جوعه ولا الحمام ده يكون شغال؟ لا الحمام ده على الحمام ده يعني اللي انت بتكسره عدوى يعتبر انت فاهم اللي انت بتنقر له كده ليا ناس ليا ناس بالصراحه كفى يعني بص اقول لك حاجه بتخلي فرد الحمام ده خناجره مرميه على الارض والله خناجره دي ماشيه على الارض واخد بالك ويفضل اصل فرد حمام انت مش جايبه كبير فرد حمام جايبه شاب عيل صغير فانت لو بصحته يهد الدنيا وكل شيخ ليه طريقه انا بقول لك الطريقه المناسبه ده اللي انا ده انسب ده انسب حاجه للناس المبتدئين تمام عشان مفيش حد حمامي يتمتر منه طيب انت بتنقي وقت ما يكونش برده جنبك حد ازاي اللي هو برده ايه عشان ما الحمام ده يا جدعان ما يبص على حد جنبك ولا اللي هو اتنين بنقي وقت اللي هو ايه الدنيا فاضيه جنبي والحمام ده بيكون مكسر عضمه قله الاكل يعني الحمام بيطلع على الضهر بالعافيه بيطلع على الضهر وينزل بنسيبه ما بتنقلوش ولا اي حاجه لا 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 افتح لهم افتح لهم وانزل تحت الشبابيك الشاور ده دي كانت احلى اوقات اكل بتاع الحمام الفشار دوت مش عارف ايه ده خبط ايه ده مش عارف ايه ده هيلف والله كنا بناخدهم يا جدعان قص بنقلهم تحت في قلب السلاكه وبناخدهم من لحم السطح تحت بنعملهم كده قدام خضرمه فوق ده سايبه فوق ايه لف والله العظيم كنا يا جماعه لما تيجي فكرتني انت بالقصه دي كان عندنا فرد حمام كنا جايبينه قلنا له انت طايره هنا طايره هنا ترب عليها في السلاكه رحت انا ماسكهم هما الاثنين رحت مسيبهم ورعت الحمامه كانت طايره عندنا لف دار الدورتين وبقت حطت الضغط حطت من غير كمان اصلا ما دشرناها في الغيه اساسا هي الفكره برضه وكان زمان الحمام بيفهم والله يا جدعان والله الحمام كان بيفهم لكن الحمام دلوقتي ولف كنت انا فتح لهم بالنهار والله الحمام بقى ولف والله العظيم الحمام بقى ولف بس بترجع برضه ايه احنا نقول دي انا بقول لك حاجه والله بص عطله الحمام عطاره الحمام دلوقتي مثال قوي عطاره الحمام زمان كان فرد الحمام عتره فرد الحمام عتره عطاء عتره ابن عتره طب ايه اللي قلل الحاجات دي؟ يعني احنا برضه هنتكلم برضه للناس ايه اللي قلل الحاجات دي؟ والله بص يا كتب كل الحمام على بعض ده اولا
فاهم؟ دي قصه. شبكات المحمول ده شبكات شبكات ده خربت دماغ فرد حمام. الكلفه برضه بيبقى ليها عامل تاثير سالمونيلا وانت يوم ما بتعمل لك زغلول مثلا بتطلع الطريق 25 يوم ما بتفضل لك. لجئنا للذكر الغريب ده عشان خاطر اللي هو برضه ايه الزغلول ما بيعيش، بس هو زغلولك هو احسن. الغيه بالغيه. لا احنا بنتكلم في الزغلول هو. مفيش مفر منه انت فاهمني ازاي، بس هي الفكره برضه الناس برضه بتتسرعها. ايش ايش يا كوتو دي بتضيع الدنيا يعني. لازم الحمام، لازم بص الحمام ده بيعلمك الصبر، لازم تتعلم على فرد حمام ده الصبر. الحمام بيعلم الصبر، لازم يكون عندك تقل في ايدك. صح، تقل في ايدك. انت راجل صناعي، راجل صناعي. لكن كتر يعني انا بلاقي حمام يا جدعان ايش ايش ديت ضايع فرد حمام. بيتضرب اهو، حرام ان هو يتضرب يعني الحمام دوت. انا سمعت قصته اللي انت جايبه دوت اتضرب اهو. والله بقول لك على حاجه فيهم فرد حمام حتى في فرد حمام يا جدع. انت انا شفته وحياه ربنا. لا ده في فرد حمام تاني قلت لك ده قضيه. يعني يعني ده فرد حمام زي ده. اه تعال الصم اهي، تعال الصم هيفتح لسه مضروب طازه والصم. وفين الفرد؟ بص الصم بتاعته عقله صباع والثانيه طول الصباع، يعني جناح طول الصباع والثانيه عقلتين صباع. يعني فرد حمام، فرد حمام ده ولا خد حقه في الدشار، ولا خد حقه في قلش، ولا خد حقه في اي حاجه. يعني دوت لو اي غاوي فكره عالي وبيصبر على الحمام هيتنش عنده. بص هيخدم عليه سنين، يخدم عليه فرد حمام. طب واحد زي ده، واحد زي ده 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 مشكله. ده يتمسك ازاي ده؟ ده قضيه. انت 25 ده والله العظيم ده 25 سنه ده ما يطلعش من الحجز ده. ده قضيه يا راجل، ده قضيه. ده بص فرد الحمام جفنه احمر ازاي. احنا في سنه من السنين مسكنا واحد زي ده. سمسكنا كان بايظ عليه، بايظ علينا 3 سنين. حكيت انا من مواقف بترائب بايظ علينا 3 سنين. فرد الحمام ده عشان نمسكه اما حد الحمام واخد بالك. قلت لك لا ما تقش سيبه. فرد الحمام نزل مش نص الطريق راح باظ كده. ملاش لا فرد حمام في الاول راح راجع تاني وحاطط لوحده. اه والله العظيم يعني الحمام حمام قصه كوتو. وعايز كفي الغاوي لازم انت دي ابو عمر يا باشا. لازم تبقى فاشل. انا علمتك الكوتو اللي انت لازم فرد الحمام ده يشبع من العيش. يعني انا ما اقول لك فرد حمام دوت اتضرب ما شبعش من الغيه. واحنا كل سنه فرد حمام جعان غيه. عارف جعان جعان غيه؟ جعان جناب. لازم يشبع من الجناب. لازم يشبع، لازم يحدق، لازم يطلع على الجار اللي جنبك دوت يحدق على السطح. لازم ينزل على الشكلات، لازم تحفظه الارضيه بتاعه السطح. لازم يشوف شكلك وانت جاي من الحاره تيجي حمام يخلص. عارف صاحبه جاي في وقت التشاميس. احنا بنسيبهم بايظين ليه؟ بنسيبهم بايظين على بعضهم تحت. والله كانوا بينزلوا تحت على لحم. ايوه يشبعوا من الغيه. واللي يتدرب بقى بدايه بقى. ما انت كده بص مش مقصر مع فرد الحمام. صح. اللي يتدرب وسع للي جنبه، وسع لواحد تاني بس. يعني اللي يتدرب ما خربش باب في حمام. انت في حمام ما كنت بيخرب بابه. دي بتبقى بتاعت غاوي غير غلطه غاوي. ده بنقول لك ايه؟ ده خرب بابه اتخرب. لما عليه العنكبوت والزبل بتاع فرد الحمام ده خرب بابه. خرب الباب بس فيك تبقى عيدك ايدك انت بس. لو انا ماشي معاه اسول وسع لواحد غيره، يوسع لواحد غيره. وانت برضه ضلتك في الحمام ونظرتك في الحمام برضه بيبقى عليها عمل رئيسي. يا راجل ده انا نظرتي في الحمام بعد الاول. مدبر ده فرد الحمام ده انا دولك ما يتضربوش. والله ما يتضرب، والله ما يتضرب. فرد حمام سمته قد كده كنت يا راجل. يا جدعان انا بناشد الناس اصحاب الحمام دوت. انا بناشد هم ناس حبايبنا فوق دماغنا من فوق. انا اصحاب الحمام ده ايه؟ قلع الحمام. خلي الحمام بس خلي الحمام يستوي على الطبق. خلي الطبقه تبقى حلوه. بس هي الفكره الايام دي برضه عشان الناس ظلمت حمامها. الحمام ولا تشمس عدت عشان برضه انا بلاقي حاجات غريبه يا جدعان. مش تشمس ايوه وتجري عصار. لا مفيش مش قصه. اهم حاجه من الافاده سيبك من هو ايه. الناس كده كده بتبقى مستمتعه. 14 دقيقه ماشي يا باشا. هي برضه دقيقتين كده عشان خاطر الناس مستمتعه برضه. ولقائك واحلى لقاء معاك والله حبيبي. الناس برضه اتسرعت. اه حته بعد التشاميس راحوا جايين على طول على الصاله. لا يا جدعان يلا قوم. بص يا كنت بص انت مكسل الحمام. انت مكسل الحمام. انت سالتك تحت قال انت. لا قلت له انا مكسل الحمام ده يومين فديته حمام. اه كان اخر صح كده اخر حمام يوم وعوضت لهم برضه عشان خاطر الجو كان ساعه. في فيديو برضه عامل سالتك ولا ما سالتكش؟ سالتني. اما فتحنا النهارده انا وانت لقيت الحمام تيجي قلت له انت مكسل الحمام ده. قلت له انا مش قلت
الحمام دي نظره غاوي بقى. ايوه دي نظره غاوي. قلت لك الحمام انت اخرت الحمام ده ما فتحتوش قلت لك مؤخرا صح صح ايوه مؤخرا. لكن الحمام بقى اللي متعود بقى على بوط واحمد ادم وحماده وبتاع كده كده يطلع كده يعمل كده هيمشي يا بقول يا مولى. بس هي الفكره بقى برضه انا بتكلم في الناس اللي هي برضه ايه يعني ما تاخدوهمش بالدرج للنار. لا ما لازم حموم لازم هم التقليل حلو الصبح تعدهم كويس وبعد كده ناخدهم الضهر. انا الجدول بقى الجدول الاساسي الجدول الاساسي الجدول عشان ما نطولش على الناس. الجدول الاساسي اول ما يتفتح فرد الحمام معلش يا رجاله اول ما يتفتح فرد الحمام في ناس بتفتح بيرمي سم وعجله فوق الضهر. ادي ناس دي ناس وانا كنت واحد منهم معلش انا بكلمك عشان انا مستعجل برضه عايز الحق. وفي ناس بتخلص الصمه في دفانها وبعدين تفتح وفي ناس تبقى الصمه بالجلاب بتاعها كده بالشمعه بتاعتها وتفتح لهم تحت شبكه القمرايه. والمرحله الثانيه خلاص نشف وبعدين يحموا وبعدين يتشمسوا واخد بالك يفك كسرهم تحت الشبكه تحت الشبكه عشان مفيش فرد حمام مفيش حد فرد حمام. والحمام اصلا بتاع التماثيل اللي هو تلاقي كتفه تلاقي العده بتاعته حلوه يطلع على العرق مستريح. وبعد كده تفتح شبكه القمرايه وتشمسه وبعد ما تشمسه يقعدوا طول النهار يقعدوا 15 يوم 20 وبعد كده يفزع فيهم تغلس عليهم مره واثنين وثلاثه وبعد كده تديهم معاد وبعد الميعاد تديهم حمايه ثانيه وبعدين يطلعوا وبعدين تحيد الحمام. تمام دي القصه. وبتاخدهم تدريجيا انا بسرع عشان الناس انا بسرع. وبيجي عليك شهر واحد تبقى ترمي الرمي الاصولي التماسي احلى تماسي اما الجو يسقع. كل ما الجو يسقع الحمام يسقع ويديك شغل حبيبي والله يكرمك يا معلم. حبيبي عمر الله يسعدك. ما تاخرناش عندكم في اي حاجه يا جدعان والله زي ما انتم بتطلبوا الواحد الحمد لله زي ما انتم بتدعموا الواحد بتكتبوا الكلام ده يا جدعان والله العظيم انتم بتاخدوا عليه حتى يعني بتشجعوا الواحد وبتاخدوا عليه ثواب يعني الكلمه الحلوه دي ليك والله. وظروفكم كده عيلتنا بصراحه كانت متاثره بموضوع حماده وموضوع اختي ومش عارف ايه والله من ده والله العظيم الدنيا كانت قافله معانا جامد. بس ان شاء الله الحمد لله على كل شيء وان شاء الله نرجع اقوى من الاول ان شاء الله. تجربه من جديد لجديد مع العميد وكتب ادم. السلام عليكم ورحمه الله.